قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة رفع العمر التشغيلي لمركبات النقل الذكي إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، ووفق نظام معدل صادر في جريدة رسمية لنظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الذكي، فإنه جرى تعديل المادة 7 جيم لتكون 7 سنوات بدلا من 5 سنوات. للحديث عن ما سبق ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي. صباح الخير لورنس، وأهلا بك في أخبار السابعة. الله يسعد صباحك أخي معاد. أهلا وسهلا بك. بالبداية سيد لورنس، كيف تنظرون إلى القرار برفع العمر التشغيلي إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات؟ في البداية أخوي أنا بحب أصبح عليك وعلى السادة المشاهدين، وبحب أشكر قناة رؤية على تسليط الضوء على مشكلة تؤرق آلاف الأسر الأردنية. سيدي العزيز، احنا بشهر 10/2019 نتيجة تغيير شركات التطبيقات سياساتها وانخفاض الدخل، تمت مطالباتنا برفع العمر التشغيلي، واجتمع مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في شهر 10/2019 وتم صدور قرار برفع العمر التشغيلي إلى 7 سنوات. نعم. وتم العمل في هذا القرار بدءا من شهر 10/2019 بعد جائحة كورونا أخي الكريم، ونتيجة تحمل سائقين التطبيقات. الكل بعرف سائقين التطبيقات مركباتهم عبارة عن قروض بنكية، ونتيجة تحمل السائقين أعباء مالية إضافية نتيجة جدولة القروض وهيكلة القروض وزادت فترة السداد، تمت المطالبة برفع العمر التشغيلي لعشر سنوات. تفاجأنا برجوع الهيئة إلى قرار الـ5 سنوات. كيف 5 سنوات؟ إحنا القرار اللي صدر اللي هو 7 سنوات ما تم نشره بالجريدة الرسمية، وبناء عليه هذا قرار باطل. وإنتوا العمر التشغيلي عندكم 5 سنوات، هذا جاء نتيجة مطالباتنا برفع العمر التشغيلي لعشر سنوات. طيب خلينا نوضح سيد لورنس بأنه أنتم في عام 2019 تم الحديث عن رفع العمر التشغيلي إلى 7 سنوات، ومن ثم في هذا العام تم إعادته إلى 5 سنوات، وبعد ذلك خرج رئيس الوزراء وفي تعديلات على المادة 7 جيم بإعادة العمر إلى 7 سنوات بدلا من 10 سنوات. أنتم تطالبوا بعشرة، هي عادة نحن نطالب بعشرة سيدي. نعم. الكريم سيدي الكريم، إحنا ترتب علينا آلاف الدنانير على كل سائق، آلاف الدنانير نتيجة هيكلة القروض بعد جائحة كورونا. الكل بعرف قطاع النقل من أكثر القطاعات تضررا والآخر تعافيا. قد إيه عدد السيارات سيد لورنس العاملة في الشركات المرخصة حاليا في المملكة؟ سيد الكريم، الآن عدد المركبات العاملة على التطبيقات الذكية 9200 مركبة. بعد ما كانت 13300 في عام 2018، في 4000 لـ4500 سائق خرجوا من الخدمة. احنا نحكي عن الشركات المرخصة والسيارات المرخصة المرخصة. نعم. سيد الكريم، إذا نزل تقريبا 4500 سيارة. شو سبب خروجهم من الخدمة؟ التعثر، الحجز على مركباتهم، عدم جدوى العمل مع التطبيقات الذكية، بيع سيارات، بس الغالبية التعثر والحجز على المركبات. طبعا احنا بنعاني سيدي الكريم من تغول شركات التطبيقات، نسب مرتفعة تصل الى 31% صافي للشركة. نعاني من فرض ضريبة 4% من كل دينار تدخل على سائقين التطبيقات. نعاني من غياب الدور الحكومي في حماية السائقين العاملين على التطبيقات الذكية. سيدي الكريم، احنا في الأردن الكلف التشغيلية اللي المفروضة على سائق التطبيقات يعني من الممكن تكون الأعلى في العالم. سيارات حديثة، بنزين أسعار مرتفع، نسب شركات، صيانة، ترخيص سنوي 400 دينار، والترخيص السنوي 400 دينار هذا ما بيأمن لي حماية من إشي، لا من بلوكات تعسفية، لا من تدني أجور نقل،
لا من منافسة غير مشروعة بين الشركات. يعني إحنا لما يعني قاعدين طيب. بنعاني من ظلم في بلدنا من شركات تطبيقات أجنبية. طيب سيد لورنس، سيد لورنس، أنتوا بترخصوا، بس خلينا نوضح الموضوع بأنه أنتوا بترخصوا من هيئة تنظيم قطاع النقل ب400 دينار سنويا. مظبوط، هذه نقطة. النقطة الأخرى، يقتطع منكو 31%، هذه أعلى نسبة ولا نسب متفاوتة بين الشركات؟ سيدي الكريم، الشركتين الأكبر المستحوذات على عدد الأكبر من التصاريح اللي هو 11500 تصريح من 13000، النسبة عندهم الرسمية 25% زائد 4% ضريبة حكومية باسم ضريبة حكومية زائد 2% هامش خطأ. طبعاً الضريبة الحكومية المقصود فيها ضريبة الدخل التي تقتطع منك كسائق بسبب دخلك، ولا هذه إيش الضريبة بس؟ لا، هاي الضريبة يا سيدي الكريم ضريبة مبيعات على شركات التطبيقات. إحنا سمعنا السيد حسام أبو علي مدير عام الضريبة خرج على أكثر من إذاعة وتم سؤاله عن هاي الضريبة، قال هاي ضريبة على الشركة وليست على السائقين أو المستخدمين. والشركة تقوم بتحميلكم إياها 100%، الشركة تقوم بتحميلنا إياها. طبعا راجعنا هيئة النقل، راجعنا وزارة النقل، عملنا اعتصامات، لكن لا حياة لمن تنادي. طيب سيد لورنس، اليوم أنتوا ارتفع العمر لسبع سنوات وبتطالبوا بأن يكون 10 سنوات. سيدي الكريم، إيش راح تفرق معكم الثلاث سنوات بس؟ خلينا نكون واضحين، إيش راح تفرق معنا؟ أول إشي، اليوم العمر التشغيلي ما ارتفع سبع سنوات، العمر التشغيلي معمول فيه من سنة 2019 سبع سنوات، يعني ما تغير علينا إشي. المركبات 2016 و2015 عاملة للآن. سيدي الكريم، المركبات اللي الآن واجب خروجها العام المقبل 2015 أقل سائق عليه دين من 12 ل 10 آلاف ل 8 آلاف، أنت بكرة لما تطلعه من الخدمة هذا كيف بده يكمل دينته؟ أنت مش معطيني إعفاء جمركي ولا معطيني أي امتيازات أخرى، أنا سيارتي مجمركة، أنا سيارتي دافع حقها، دافع عليها القرض، دافع عليه فوائد مرتين قبل كورونا وبعد كورونا نتيجة حيكلة القروض وزادت علينا فترات السداد. سيدي الكريم، أنا بدي أوجه عبر برنامجك بشكل سريع لو سمحت. بشكل سريع بدي أقرع جرس الإنذار، إحنا الآن مقبلين على تعثر آلاف الشباب غير الشباب اللي تعثرت. إذا ما تم تمديد العمر التشغيلي لعشر سنوات، وغالبية الشباب بشكل سريع سيدي تنظر إلى هيئة تنظيم قطاع النقل نظرة سلبية جدا، لا تؤمن لنا أي حماية، لا تؤمن لنا أي نوع من أنواع، وحق الرد لهم محفوظ سيد لورنس، ونتمنى أن تصل رسالتكم، ونتمنى أن لا يتعثر المزيد. يعني أنت طرحت لنا أرقام ووضعت أيضا الحلول أمام الجهات المسؤولة. شكرا لك الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي، ونضمن حق الرد لجميع الجهات، وشكرا جزيلا لك سيد لورنس على التوضيح.